بهذه اللحظات سينضم إلينا عبر الهاتف سيد إبراهيم حجازي لنتحدث عن المظاهرات والحشودات التي موجودة يعني على الساحة العربية في البلاد. إلى أي مدى ترى أهمية وضرورة في تكثيف هذا الحراك النضالي الشبابي والشعبي هنا في داخل الفلسطيني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا الحراك الشعبي يأتي استجابة لقرارات ونداء لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني بعد أن التأمت بالأمس، فكانت المسيرات والمظاهرات اليوم في العديد من القرى والمدن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. انطلقت بعد صلاة الجمعة بمشاركة الحشود الكبيرة في هذه البلدان، نعم. وستشهد الساحة أيضا غدا استمرارا لهذه الوقفات والمسيرات في بلدان ومفارق أخرى، كما ستكون يوم الأحد وقفة احتجاجية لدعت إليه الكتل الطلابية في جامعة تل أبيب، وثم سنكون أمام سفارة الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الساعة 6:30، وانتهاء بالمسيرة الحاشدة التي ستكون في سخنين. هذه المسيرات وهذه النشاطات من شأنها أولا أن ترفع من الوعي لدى أبناء شعبنا بأن القدس ليست مجرد مكان للعبادة، بل هو برمزيته وبقدسيته الدينية والسياسية والعقائدية هو رمز لكل الشعب الفلسطيني، وهي درة التاج. وبهذا نشارك ضمن الكل الفلسطيني تصدي للوعد المشؤوم الذي أطلقه ترامب، والذي باعتقادي طبعا أسسه على تقدير هو وإدارته أن ردة الفعل الغاضبة الفلسطينية ما هي إلا يعني غضبة سريعة وستمر. وهنا يكون السؤال، هل فعلا تكون هذه الغضبة سريعة وتمر، أم أن غضبتنا ستكون غضبة شديدة ثم تتحول إلى موقف استراتيجي واضح يؤسس لمرحلة جديدة؟ سيد إبراهيم، كيف أنت تقرأ هذا المشهد؟ ما هي الأمور التي من الممكن أن ترفع سقف الطموحات من قبل العالم للشعب الفلسطيني بأن يكون هذه المرة يعني نقطة فاصلة ضد هذا القرار؟ عمليا ترامب وإدارته أطلقوا بالون اختبار بإعلانهم عن القدس عاصمة لإسرائيل. في حال نجح ومروا بهذا الاختبار دون ما أن يتم تدفيع أمريكا ثمن وثمن حقيقي، فإن الست أشهر ستمر وبعدها لربما سيجرؤون على نقل السفارة بشكل فعلي إلى القدس، ونحن نعلم أن هناك قنصلية أصلا أمريكية موجودة في القدس، يكفي أنه يتم الإعلان عنها أنها باقت عمليا سفارة وهكذا يكون الأمر قد تحقق. الآن هل سنسمح لبالون الاختبار هذا أن يمر دون تتضرر المصالح الأمريكية بشكل حقيقي؟ والسؤال، من هو القادر الآن أن يعني يأتي أو يؤدي إلى تتضرر هذه المصالح الأمريكية؟ باعتقادي كل إنسان عربي فلسطيني مسلم وكل حر في هذا العالم قادر على أن يؤدي أن يلحق الضرر الحقيقي بالمصالح الأمريكية التي هي الشأن الوحيد الذي يعنيها في حساباتها. لولا أنها لم تكن على يقين أن مصالحها لن تتضرر لما أقدمت على هذه الخطوة. نحن في الداخل كل الفلسطيني العالم العربي العالم الإسلامي والعالم الحر أحرار العالم عليهم أن يقولوا كلمة واضحة، وعليهم أن يقوموا بأفعال على أرض الواقع، لا مجرد أقوال ولا مجرد غضبات هنا وهناك متفرقة أو زعل هنا وهناك أو دبلوماسية ناعمة كما عودنا بعض السياسيون العرب. فقط حينها يمكن الحديث عن تحول استراتيجي في العلاقة ما بين المشرق والغرب. ما هي أبرز ربما الإرشادات التي تقومون بها من خلال لجنة المتابعة العليا إلى المواطنين في التعامل مع ربما مشاحنات من الممكن أن تحصل وبدأت بالحصول يعني في هذه اللحظات في باب عمود في القدس؟ ما هي يعني أبرز الإرشادات التي توجه من قبل القادة للحراك الشعبي والنضالي؟ يعني أقول بداية أنه حق التظاهر هو حق مكفول في القانون، ونحن بشكل عام ننظم مظاهراتنا التي تنطلق من الحق والواجب في التظاهر، ونفعل ذلك بكثافة وبحزم. بالنسبة للمواجهات التي قد تحصل، نحن بشكل عام نقولها وبشكل واضح،
نحن نقوم بمظاهرات مدنية سلمية. الحشود الكثيرة هي التي تعني، يعني المظاهرة التي فيها 100 تلتقي أمام المظاهرة التي فيها آلاف، والآلاف تعني الكثير للآخر. فعندما نحتشد بهذه الحشود الهائلة بالآلاف وبعشرات الآلاف، نعم هذه الكلمة تصل واضحة ومدوية، وصناع القرار في الطرف الآخر يصنعون أو يأخذونها بالحسبان بشكل حقيقي. نعم، ألف شكر لك على هذه المداخلة السيد إبراهيم حجازي، رئيس لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة العليا، كنت معنا في هذه المداخلة. ألف شكر لحضرتك.